اليوم راح اقول لكم شلون تسوون معقم فعال جدا ضد كورونا بطريقه سهله وبسيطه في البيت. اللي تحتاجون اول شيء كلوركس المبيض اللي ينباع بالجمعيات، ولتر ونص ماي، وهذا اللي تقدرون تعبونه علشان ترشون فيه. الكلوركس هذا تركيزه 5.25 بالمئة من صوديوم هايبوكلورايت. احنا نحتاج تركيز 0.1 بالمئة من الصوديوم هايبوكلورايت، فنحتاج نخففه بالماء. فشلون راح نخفف الشيء هذا وشلون راح نسوي المقدار؟ كل اللي تحتاجه انك تعبي هذا الغطاء، تعبي 4 مرات من الكلوركس وتضيفه بالماء، بس تأكد انك تشيل شوية من الماء علشان يكفي، وبعدين تخلطهم عدل وتقوم تعبيهم في هذا. لما نتي تنظف الأسطح أول شيء ترش الخليط اللي سويته وتخليه لمدة 10 دقائق، بعدين ترش مرة ثانية وتمسحه، وبعدين تغسله بالماء ضروري. الطريقة باختصار مقدار أربع أغطية من هذا في لتر ونص ماء تعبيه، بعدين هذا عقب ما تخلطه وترشه على الأسطح اللي تبي تغسلها وتنظفها، تخليه 10 دقائق، وبعدين ترش مرة ثانية وتمسحها بالماء عدل. تذكر أنك ما تستخدمها حق الأدوات اللي أنت تستخدمها استخدام شخصي، مثل فرشة أسنان، مشط، أدوات أكل. وإذا تبي تستخدمهم حق الشغلات هذه عشان تعقم، تأكد أنك تغسلهم عدل 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 بالماء عقب. يفضل انك ما تستخدم حق الاسطح، حق المطابخ، حق الارضيه، حق الاسطح الثانيه، خصوصا عقب ما درينا ان فيروس كورونا ممكن يعيش على الاسطح لمده ساعات الى ايام. فهذه الطريقه ممتازه جدا وسهله جدا، بس ضروري تكونون حريصين في استخدامها، لان الكلوركس اذا استخدمناه بطريقه غلط يكون سام. ويفضل كذلك ان المنطقه اللي راح تنظفون فيها تكون التهويه فيها ممتازه وزينه وعدل جيدا. الخليط هذا اللي سويناه ممكن تستخدمه لمدة شهر وأكثر، بشرط أنك ما تحطه في مكان يحوش الضوء أو الشمس أو الرطوبة أو الحرارة. فإذا عندك كبت في البيت ممكن تخليه داخل الكبت لمدة شهر، كل فترة تستخدمه حق التعقيم. ضروري 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 ما يجيسونه لحال، ضروري.